لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. في أواسط تسعينيات القرن الماضي أبدت شركات أوروبية عدة إسبانية بشكل خاص اهتمامها بالمجال الفلاحي في منطقتي الغرب واللوكوس. التربة الخصبة لتلك المنطقة والمناخ المتميز بها دفع بشركات عدة إلى استئجار مئات الهكتارات لاستغلالها في زراعات متنوعة. كانت الشركة الإسبانية التي يعمل لحسابها المهندس الفلاحي الإسباني راول بوني متخصصة في إنتاج الفراولة، وقد استأجرت مساحات شاسعة في قبيلة نواصرة القريبة من سيدي علالة التازي، وقامت بتجهيزها بما يلزم السقي والزراعة المغطاة. وقد وقع الاختيار على المهندس راول بوني ليتولى الإشراف على تلك الحقول بما يؤمن إنتاجا سريعا ووفق المواصفات المطلوبة. كانت الشركة الإسبانية تراهن على أن تكون السباقة إلى إدخال محصولها إلى السوق الأوروبية حتى تستفيد من ارتفاع الطلب وما يعنيه من أرباح جد هامة. كان المهندس راؤول يبلغ من العمر 35 عاما، وقد وفرت له الشركة سيارة رباعية الدفع الجديدة، كما خصصت له تعويضا سخيا عن الكراء، وكان عليه أن يسكن في منطقة تتيح له التنقل بيسر إلى الحقول التي يتولى الإشراف على تدبيرها. وكانت لراؤول رفيقة اسمها ماريا غونثاليث، كان يعيشان تحت سقف واحد منذ عدة أعوام. كانت ماريا تعمل أستاذة للغة الإسبانية، وبما أن راؤول انتقل إلى المغرب فإنها قررت الالتحاق به، وقد يسر لها ذلك أن انتداب راؤول للعمل في المغرب وافق نهاية السنة الدراسية. تمكن راؤول بوني ورفيقته من كراء منزل في شاطئ مولاي بوسلهام، كان منزلا من طابقين يطل مباشرة على البحر. ومع بداية الموسم الدراسي تمكنت ماريا غونثاليث من الحصول على عمل في إحدى الثانويات الخاصة بالقنيطرة. الطريق السيار سهل عليها التوفيق بين الاستمتاع بجمال المكان الذي اكتريا به المنزل والوصول إلى مكان عملها في وقت معقول. كانت ثومة الكراء مرتفعة وفق حسابات راؤول وماريا، ولذلك سعيا إلى أن يتقاسم المنزل مع زوج آخر، وقد حالفهما الحظ إذ التقيا جاك لابورت المتخصص في التنقيب الأثري القادم من جنوب فرنسا في إطار عقدة مع وزارة الثقافة للقيام ببعض الحفريات في حوض اللوكوس. كانت معه زوجته كارمين لابي التي تعمل مساعدة له. هكذا استقر كل زوج في طابق وصار يتقاسمان ثومة الكراء، ثم لاحقا كل شيء. كانت كارمين تتولى إعداد الخرائط وفق الإحداثيات التي يضعها زوجها جاك في الموقع، وكان ذلك يتيح لها أن تمضي أوقاتا أطول في البيت. كانت كارمين إلى جانب عملها تهوى الرسم ورسم العري على وجه التحديد، وكانت توفر مواضيع لوحاتها ومشاريع لوحاتها من صور تلتقطها لمصطافين. كان المهندس الفلاحي الإسباني راؤول بوني يعود عصر كل يوم من حقول الفراولة، وكانت زوجته تعود إلى البيت بعد المغرب. كان يهوى الغطس والسباحة. ضحى ذات يوم بينما كانت كارمين تطل من شرفة البيت، فاجأت جارها يمارس السباحة وقد تجرد من كل ملبس. كانت فرصتها، التقطت له عدة صور ثم توارت. تكرر الأمر مرات أخرى حتى صارت لديها صور بتفاصيل جسمه القوي. صباح ذات يوم من مايو من العام 97 900 وألف ظلت في البيت بينما توجه زوجها جاك لابورت إلى العمل في مكان قريب من مسرح معركة وادي المخازن. وكانت مدرسة اللغة الإسبانية ماريا غونثاليث قد غادرت البيت باكرا إلى عملها في القنيطرة، بينما كان راؤول يمارس السباحة قبالة البيت. كان مرة أخرى متجردا من كل لباس. التقطت له بعض الصور، ثم في لحظة ما تجردت من لباسها وخرجت مسرعة إلى البحر. كان راؤول قد غاص،
ألقت بنفسها غير بعيد وسبحت باتجاهه ثم توقفت، كانت خلفه مباشرة. لما نهض وجدها خلفه عارية، لم يكونا بحاجة إلى مقدمات. منذ ذلك الحين دأب راؤول وماريا على اختلاس المتعة، وقد أمضيا أسابيع على ذلك الحال. وذات يوم خرجت ماريا غونثاليث كعادتها إلى العمل، ولما وصلت القنيطرة فاجأها أن أطر التدريس كانت في إضراب عن العمل، وقد اضطرت إلى العودة زوالا إلى مليبوس الهم. لما دخلت البيت في غرفة نومها فوق فراشها اكتشفت الخيانة، راؤول وجارتها كارمن. صرخت ولكنهما لم يتوقفا، كان الشاطئ خاليا من كل حركة. انهارت. بعد عدة دقائق نهض راؤول، ارتدى تبانا وخرج إلى الشاطئ بينما تسللت كارمن إلى سكنها. لما هدأت أخذت ماريا هاتفها واتصلت بجاك لابورت زوج كارمن، أخبرته بأنها اكتشفت زوجته تخونه مع راؤول، وقد صدمها أن الرجل لم يعر كبير اهتمام للأمر، إذ قال بأنه غير معني بما تفعله كارمن بنفسها. أضاف أن ذلك لم يعد موضوع نقاش في كل بلدان أوروبا. في تلك اللحظة قررت ماريا غونثاليث أن تثأر لكرامتها، وكثيرا ما كانت تسمع أن طبق الانتقام يؤكل باردا. تظاهرت بأنها تقبلت الوضع الجديد، ولكنها كانت تقتنص الفرصة للانتقام. في مطلع شتنبر وقد خلا شاطئ مليبوس الهام بعد صيف اكتظ فيه بالمصطافين، قررت أن تنتقم أولا من كارمن. خططت أن تقتلها وتدفنها في رمل الشاطئ. قامت بحفر قبر حقيقي في الرمل، غطته بقطع من الورق المقوى. في ذلك اليوم كانتا وحيدتين في الدار. خرج راؤول إلى الحقول وتوجه جاك إلى المواقع الأثرية. كانت كارمن تستحم، كانت اللحظة المناسبة للتخلص منها. اقتحمت عليها الحمام وقامت بخنقها، لم تتركها إلا بعد أن أيقنت أنها ماتت. لفت الجثة في غطاء سرير وحملتها على ظهرها إلى الحفرة، ألقت بها هناك ورمت عليها الرمل، ثم عادت إلى المنزل. كان القبر الذي حفرته في مكان لا يسلكه المصطافون. مساء ذلك اليوم لما عاد راؤول وجدها قد أعدت طبقا شهيا، بينما اكتشف جاك لابورت غياب زوجته. بحث عنها في الشاطئ، ولما لم يعثر لها على أثر طرق باب جيرانه. أخبرته ماريا بأن كارمن أسرت إليها قبل أيام أنها سئمت العيش في مليبوس الهام، وأنها قررت الرحيل دون أن تخبره لأنه يهملها. فوجئت ماريا بالرجل يتقبل الأمر ويعود إلى مسكنه بلا تعليق. كانت بالنسبة إليها فرصة، فلا يبدو أنه سيبلغ السلطات بغيابها. بعد أن تخلصت من كارمن بدأت تخطط للتخلص من راؤول رفيقها الخائن. كان يهوى السباحة والغوص وقررت أن تغرقه. اشترت من صياد شباكا بالية، قالت إنها تريد أن تنصبها ليلا للأسماك التي تقصد الشاطئ مترقبة ما تحمله الموجات في طريق تراجعها. نصبت شبكتها في موقع كان راؤول قد دأب على ارتياده، ربطت بها أكياس رمل أحكمت إغلاقها. في الصباح الباكر خرج راؤول لممارسة هواية الغطس. تبعته بعد دقائق، رآها لما كانت قادمة. أسرع الخطى ثم ألقى بنفسه في الماء، ولم تلبث هي أن ألقت بنفسها. راح يسبح ومن حين لآخر يغوص لدقائق. تحينت فرصة وجوده في موقع شبكتها، وما أن غاص حتى جرت الحبال. أمسك بها، تفلتت منها، ثم لحقت بها يده وأمسكت خصلة من شعرها، ولكنها تمكنت من الإفلات منها. كانت الشبكة قد لفت جسده ولم يعد يقوى على الحركة. بعد دقائق هدأ الماء من حوله. الحلقة الثانية والأخيرة.
باشرت ماريا غونساليس تنفيذ خطة الانتقام من رفيقها راول بوني ومن جارتها كارمن لابي تلك التي خانها معها. صورتهما عاريين على فراشها تلازمها وتذكي أكثر فأكثر رغبتها في الانتقام. كانت ترى أنها ستثأر لكرامتها التي مرغت بالتراب. تظاهرت بأنها تقبلت الوضع الجديد. كان جاك لابورت رفيق كارمن قد شرح لها وببرودة دم تصل حد الاستفزاز أنه يرى لرفيقته حرية فعل ما تشاء بنفسها، وأن مثل ما حدث بينها وراول لم يعد موضوعا يثار في المجتمعات الأوروبية. لم تكن ماريا غونساليس الإسبانية القادمة من قرية أندلسية لتتقبل ذلك، ولكنها تظاهرت بتفهم الأمر. في مطلع شتنبر من العام 97-900 ألف كان شاطئ مولاي بوسلهام قد خلا أوكاد من المصطفين. في مكان لا يسلكه أحد قامت بحفر قبر. كانت تعلم أن رفيقها راول وكذلك جارهما جاك لابورت لن يمضي الغد في مولاي بوسلهام، وكذلك كان، فقد غادر صباحا. دخلت مسكن جيرانها متسللة. كانت كارمن تستحم، فاجأتها هناك وخنقتها، ولما أيقنت أنها فارقت الحياة حملتها ودفنتها في الحفرة. كانت برودة الدم التي تعامل بها جاك لابورت مع غياب رفيقته قد جعلت ماريا توقن بأنه لن يبلغ عن غيابها. كانت ماريا حين جاء يسألها عن كارمن أوهمته بأن رفيقته أبدت منذ عدة أيام تذمرها من المقام في مولاي بوسلهام، وأنها أسرت إليها بأنها سترحل ودون أن تخبر أيا كان. كان موقف جاك لابورت يمنح ماريا غونساليس فرصة لتنفيذ المرحلة التالية من عمليتها الانتقامية، أن تقتل رفيقها راول ذاك المهندس الشاب ذا 35 عاما الذي يهوى السباحة والغوص. قررت ماريا أن تغرقه، ولذلك اشترت شباك صيد بالية من صيادين في شاطئ مولاي بوسلهام. زعمت أنها تريد أن تنصبها ليلا لصيد الأسماك التي تأتي إلى الشاطئ مترصدة ما قد يحمله الموج في طريق تراجعه. لم تكن لتثير الانتباه حين رمقها بعض الصيادين وهي ترخي الشبكة في الساحل ذات مساء. كانت قد ربطت بالشبكة أكياس رمل مغلقة بإحكام حتى تثبتها. صبح اليوم التالي استيقظ راول باكرا ومضى إلى الشاطئ يسرع الخطى. تبعته ماريا، ألقى بنفسه في الماء ثم بعد دقائق ألقت بنفسها. كان يغوص لدقائق ثم يظهر، كانت تراقبه عن كثب، ولما كان في مكان شبكتها جرت الحبل. كان في الشبكة، حاول الإمساك بها فتفلتت منه، ثم أدركت يده خصلة من شعرها ولكنها أفلتت منها. بعد دقائق هدأ المكان. كانت ماريا تراقب، ولما أيقنت أنه مات تقدمت وقطعت الحبال التي كانت تثبت الشبكة وسحبتها. كانت تعلم أن جثته ستنطلق في رحلة مع التيار. عادت إلى البيت، تظاهرت بأنها منهمكة في مشاغلها اليومية. في المساء عاد جاك لابورت من عمله. كانت وحيدة، شكته رفيقها راول الذي لم يأتي، قالت إنه يبالغ في الغياب وبكت. كانت ماريا قد قررت أنها لن ترحل عن مولاي بوسلهام قبل أن تنتهي السنة الدراسية كي لا تثير حولها الشكوك. لم تبلغ عن اختفاء رفيقها، ولكن مدير الشركة التي تشغله أبلغ الدرك الملكي بغياب راول بوني لما لاحظ غيابه غير المعتاد عن العمل. لم يأتي البحث الذي قام به رئيس الفرقة بنتيجة، ولذلك عممت مذاكرة بحث عن متغيب على كل المصالح بالإقليم. بعد أسبوع انتشلت جثة رجل من شاطئ المهدية بالقنيطرة، ولما تعذر تحديد هويتها أمر وكيل الملك رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقيام بالبحث لتحديد هوية الغريق وأسباب الوفاة. أوكل الملف إلى أحد العمداء من ذوي الخبرة في المجال، وهو العميد رضوان المومن. في المستودع البلدي للأموات خلص الطبيب الشرعي إلى أن الرجل مات غرقا،
بينما لاحظ العميد رضوان أنه غير مختن بما يفيد بأنه من غير المسلمين، كما لاحظ وجود شعيرات شقراء في قبضته. أثناء تحرياته اكتشف العميد أن قيادة الدرك الملكي بالقنيطرة كانت قد عممت مذكرة بحث عن المدعو راول بوني المهندس الفلاحي الإسباني الذي تغيب منذ أسبوع. انتقل العميد رضوان المومن إلى مركز الدرك الملكي في مولاي بوسلهام حيث حصل على عنوان سكن راول. يومها لم يكن في المنزل سوى جاك لابورت، وقد طلب منه الحضور إلى مفوضية الشرطة بالقنيطرة بغرض التعرف على جثة ألقى بها البحر في شاطئ المهدية. حصل العميد من جاك على عنوان المدرسة التي تعمل بها ماريا غونثاليف في القنيطرة. في اليوم نفسه تم التعرف على جثة راول، وكان يتعين الاستماع إلى أقوال جاك لابورت وماريا غونثاليف. كان العميد رضوان المومن يحسب أن الأمر لن يتجاوز حد حادث غرق، ولكن أقوال جاك لابورت دفعته إلى الشك في احتمال أن يكون راول مات مقتولا. كان تقرير الطبيب الشرعي يؤكد أن الوفاة نتجت عن الغرق، ولكن جاك أكد أن جاره راول كان سباحا ماهرا وأنه كان يهوى الغطس، إذ كان يستطيع البقاء تحت سطح الماء لدقائق عدة. لم يكن ذلك ما ينفي احتمال موت الرجل غرقا، ولكن الذي أذكى أكثر شكوك العميد المومن ما باح به جاك في شأن العلاقة بين ماريا ورفيقها راول. قال إنها كانت في الفترة الأخيرة منزعجة للعلاقة التي كان راول يقيمها مع كارمن. كان جاك يتحدث ببرودة دم حين أضاف أن كارمن لابي رفيقته رحلت منذ بضعة أسابيع ولم يظهر لها أثر. لما سأله العميد عن سبب عدم الإبلاغ عن اختفائها، رد بأنه تعود على رحيلها واختفائها أسابيع وشهورا قبل أن تعود في كل مرة. استمع العميد إلى أقوال كارمن غونثاليف التي أكدت أنها يوم اختفى راول عادت من عملها في القنيطرة ولم تجده في المنزل. قالت إنها تعودت على غيابه من حين لآخر حيث كان يبقى في حقول الفراولة التي كان يتولى تدبيرها. سألها العميد عن موضوع الخيانة التي اكتشفت عشيقها متلبسا بها مع كارمن. ردت المرأة بأن كارمن رحلت وأنها سامحت راول وطوت الصفحة. كان حدس الضابط المتمرس لدى العميد رضوان المومن يدفعه إلى الشك في أن هذه المرأة ذات الملامح الهادئة ربما تخفي شيئا. كان عليه أن يكتشف ما تكتمه تلك الأندلسية الشقراء. كان عليه أن يسلك مسلكا قانونيا لا يحتمل أي خطأ، ولذلك خطر بباله أن يقوم بتفتيش المنزل حيث يسكن جاك لابورت وماريا غونثاليف. في مسكن جاك اكتشف العميد عدة لوحات تمثل عرى، كانت في جملتها لوحات لم تكتمل تمثل راول بوني عاريا وفي أوضاع مختلفة. علم من جاك أن رفيقته المختفية كانت تهوى رسم العري. أمسكت ماريا عن كل تعليق وادعت أنها لا تتدخل في الأشياء الخاصة لجارتها. في الشقة التي تسكنها ماريا وبعد جولة خاطفة استأذنها العميد في استعمال الحمام. لم يكن هناك ما يمنع، ولما دخل لاحظ وجود مشط به عدة شعرات شقراء. كان العميد رضوان قد حجز في المشرحة تلك الشعرات التي كانت في قبضة راول، كانت هي الأخرى شقراء. أنهى تفتيش المنزل الكائن على شاطئ مولاي بوسلهام بحجز تلك اللوحات ومشاريع اللوحات التي خلفتها كارمن وراءها، سجل رقمي هاتفي ماريا وجاك وسحب منهما جوازي سفرهما، طمأنهما إلى أن الإجراء روتيني ولا حاجة إلى إعطائه بعدا آخر. لما وصل إلى مكتبه عجل بإعداد ملف عرض الشعرات التي كانت في قبضة راول لما انتشلت جثته، وتلك التي أتى بها من حمام الشقة التي كان يسكنها مع رفيقته ماريا، وبعث بالعينتين إلى مختبر الشرطة للتحليل والمقارنة. لم تتأخر النتيجة وجاءت تؤكد أن الشعيرات جميعها تعود إلى السيدة ماريا غونثاليف. صار الآن ضروريا استدعاء الإسبانية لاستنطاقها في العمق. توقع العميد رضوان
أن يواجه صعوبات للحصول منها على ما تكتمه، ولكنه فوجئ بها ما أن عرض عليها نتيجة التحليل وهي تنهار أمامه باكية وتدلي باعترافات مفصلة وبكل سلاسة. قالت إنها انتقمت منها لأنه خانها، كما أقرت بأنها انتقمت أيضا من كارمن. فاجأت العميد وهي تعترف له بأنها قتلتها، خنقتها ودفنتها في رمل شاطئ موليبوس الهام. لاحقا دلت الشرطة على الحفرة التي وارت فيها الجثة التي تم إخراجها بحضور الوكيل العام وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف. بذلك أغلقت الشرطة القضائية هذا الملف وأحيلت ماريا غونثاليث على محكمة الجنايات.